تستعجلش في الطلوع. ماشي يا اخويا. هقول لك انا. ماشي. لسه الساعتين دي ربنا يكرمك. ان شاء الله. كأن الماتش كان من نص ساعة. فكرة عبقرية. والله الحمد لله هي مش اختباع، يعني مش اختباع، هي جديدة علينا. لكن بالضبط هي الناس احيانا بتستسهل كمان. نعم. خلي بالك يا كابتن، في مشكلة في انا عايزك تجري معايا، انا فاضل لي 9 دقايق. خلي بالك في مشكلة عموما في المجال الرياضي، ان كل الناس اللي بيتفرجوا على الكورة معتقدين ان هم يقدروا يشتغلوا في الكورة. لا صح. او يكونوا مكان اكس او واي او نعم. زد، او يدرب او يعمل او يحط تشكيل او يشتغل. فهي الناس بتشوف حاجات وبتعتبر ان هو طب ما احنا ممكن نعمل ده. نعم. تنفيذ الحاجات دي بيحتاج طبعا تجهيز وخطط وقصص ووراها مجهود من ناس. انا بشكر بصراحه التيم بتاعي لانهم ناس بيبذلوا مجهود كبير قوي. كم واحد اللي شغالين على اكونتس الكاف؟ حوالي حاجه و70 واحد. حوالي حاجه و70. كولر مريح في التعامل، مدرب محترف، راجل سويسري دقيق، احنا بنقول له 1 2 3 4 كذا، اتاكد يا كابتن، اتاكد يا كابتن سيد. مين كان متعب؟ لا، في مدربين كتير متعبين عند عامه في افريقيا. ابرزهم والله مش يعني مش قادر اتذكر اسم حد تحديدا، بس في ناس وفي فرق كمان بتبقى شويه متحفظه يعني، او بالنسبه لهم افكار جديده. طيب بعد كده بيجي مش هتقول اسماء. يعني ليه الاهلي غول الرعايات؟ طيب نرجع لافريقيا والمصر، يعني انا اسف بس عايز اربط بين الاثنين. ناس كتير جدا بتنادي بالتساوي. طيب وليه وحرام والاهلي وانا عندي معلومه مش هقولها، لكنه ولا انت هتقولها، لكنه جاوبني وبسرعه. طيب تاني هرجع لنفس النقطتين اللي انا كنت بقول لحضرتك عليهم، على استراتيجيه البيع وعلى تقارير التسويق. تقارير التسويق، انت عشان تبيع حاجه ما ينفعش انا اطلع اقول النهارده، والناس اللي بتنادي بده ما ينفعش اطلع اقول النهارده انا المفروض اخد قد اكس. انا مش هسمي، مش هسمي. ماشي. انا مش هقدر، انا ما اقدرش النهارده اقول انا كنادي اهلي اقول اقدر، او انا كنادي الزمالك، او انا كنادي الوداد، او انا كنادي الترجي اقول انا هاخد زي ريال مدريد. ليه؟ لاني ما عنديش نفس الارقام اللي هو بيحققها. عشان اجيب الارقام دي، في العالم حاجه متداوله، في شركات متخصصه في تقديم الارقام دي للمعلنين. طب انا هاجي النهارده لشركه مياه غازيه اقول لها ارعيني، هي هم انترستد، هم خلاص جايين يرعوك. كويس. هقول لها انا ب 30 ب 3 مليون ب 5 مليون. كويس. هي الشركه هتسمع كلامي وتشتري؟ لا. اي شركه انترناشونال، وده بيسبب ازمه في مصر على فكره، اي شركه انترناشونال بتروح للشركات المتخصصه دي تجيب منه التقارير دي، تقول له انا عايز اعرف النادي اللي انا بكلمه ده او الاتحاد اللي انا بكلمه ده بيقول ان هو ب 30. أيه. على اي اساس؟ اديني ريبورت ده، وبيدفعوا فيه فلوس. ليه؟ لان هو هينفست، هو هيحط فلوس. نعم. هيحط 30، مش هيحطهم في الارض. فبياخد التقارير دي اللي يعرف بيها قيمتك الحقيقيه.
فلما انت تطلع كشخص او كمسؤول او اي حاجه تقول انا عايز ابيع ب 100 او انا عايز ابيع ب 200 او انا عايز اخد زي فلان، لازم تبقى عندك الدوكيومنتس او الورق، نعم، البروف اللي يثبت انت ليه تاخد دوت. هل الجماهيريه عدد البطولات الشعبيه النجاحات بتفرق في الرعايه تشريف؟ طبعا طبعا طبعا, طبعا. نعم. كل العوامل دي اصلا، ما هي دي عوامل البيع. أيوه. انت في الاخر بتقول انا ماتش بيتعرض على التلفزيون بيتشاف عدد كذا من الارقام، كلها ارقام، انا كلها ارقام، محدش يوجع قلبه بقى، مفيش اي حاجه راجع الارقام، وكلها شركات عالميه بس، دوري المصري، التنزاني، أي كان، الصيني، الياباني، أي حاجة، أيا كان، هي كلها أرقام. وبالتالي الرعايات بتعتمد على الأرقام، وبيجي المعلن عند شريف ما بيجيش عند شوبير عشان أرقامه أعلى. بالظبط كده، مظبوط كده، هو بيطلب الأرقام مني ومي راجع ورايا، هو ما بياخدش مني بس يصدق، هو بيروح يراجع كمان يقول لك طب ليه؟ طب ليه ب 30 مش ب 50؟ طب ليه ب 30 مش ب 20؟ بسرعه جدا دوري السوبر اللي هيتلعب خلاص بقى نهائي من 31 من اكتوبر لنوفمبر او من 21 اكتوبر تقريبا ل 11 نوفمبر، هتغطوه ازاي؟ الفتره دي عندنا حاجات جديده طبعا للسوبر ليج، لان نعم. السوبر ليج هي بقى الفكره اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها، لما يبقى عندك كل انديه قويه انت بتلعب عليها ان هم دول عندهم فان بيز، فاحنا عايزين نكبر الفان بيز بتاعتنا، فبالتالي هتلعب عليهم باشكال مختلفه، انت عايز تنجيج الناس. طيب عشان تبني، انا هقول حاجه سريعه جدا، جزء من مهمتنا او جزء من دورنا ان انت تبني اللوياليتي او الولاء للجيل الصغير ناحيه الكره الافريقيه، لان احنا وجدنا مشكله برضه في الحاجات، لازم وانت بتعمل الاناليسيس بتاعتك او انت بتعمل التحليل بتاعك تقول نقط قوه ونقط ضعف. زي ما قلت لك ان احنا نقط قوتنا ان احنا بنبيع بالكالتشر، نقط ضعفنا ان الناس الصغيره او الاجيال الصغيره مرتبطه بالفرق الاوروبيه. مظبوط، دي مشكله في افريقيا ومشكله في مصر، صح، مشكله في كل حاجه. صح. طيب ازاي نرجعهم للكره الافريقيه تاني؟ لازم نعملهم حاجه appealing او interesting او مغريه ليهم ان هم يرجعوا يشوفوا الكره. من هنا جت فكره السوبر الافريقي، ده جزء من تسويق السوبر الافريقي. أيوه. السوبر الافريقي مسابقه معموله كومبيتيشن. ايوه، انا ما بتكلمش على بارت الكومبيتيشنز، لان ده مش شغلي او انا ما اقدرش اقول فيه هم هينظموها ازاي، ماتشات جدولها ايه، نعم، بيلعبوا كام اسبوع، الفرق اللي اختاروها دي اختاروها ازاي، او هكذا، دي قصه كومبيتيشنز. انا بتكلم على جزء التسويق. مسابقات يخلصوا يقولوا لي انا في نفس الوقت اللي هم شغالين فيه انا شغال على ازاي البطوله دي تكون احسن بطوله في الدنيا. غطتها ماديا ال 10 مليون دولار؟ هتجيب طبعا اكتر، هتجيب اكتر كمان. طبعا يعني الكاف كسبان كسبان، ما عنديش صلاحيه اني اقول ارقام، بس الكاف كسبان اكتر من كده بكتير. هسالك، وليه ما فيش لعيب من افريقيا بياخد احسن لعيب في افريقيا؟ جوه افريقيا تقصد؟ عشان فرق المستويات اولا، دي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي الناس برضو ما بتعرفش، هي لائحيا الموضوع بتاع احسن لعيب دوت، ويمكن انا بشكل شخصي ممكن يكون عندي اختلاف، لكن فعليا لائحه الناس ده بالتصويت المدربين، تصويت المدربين والاعلام. اقول لك ليه بقى بيحصل؟ أيوة. لان المدربين والاعلام بيتابعوا الكره الاوروبيه، فانت بتجيب مدربين اجانب بيدربوا منتخبات في افريقيا، نعم، المدربين الاجانب دول بيتابعوا الدوري الاسباني وبيتابعوا الدوري الانجليزي. 89 باين انا خدت الخامس في افريقيا، وكان من دواعي سروري اول مره اقولها يعني انه الاربعه اللي قبليها كلهم كانوا محترفين بره. بالظبط، فدايما بقول لنفسي انا احسن لعيب في افريقيا. احسن لعيب والله بقنع نفسي، ولذلك اخترعوا الجائزه بتاعت اللاعب المحلي. اللاعب المحلي، لان اكتشفنا ان بالتصويت ولو هي دي الرول الوحيده اللي بتحكم موضوع الجائزه بيجي من مدربين. طب مدربين المنتخبات اغلبهم مدربين اجانب، مدربين الاجانب مش بيتابعوا الدوريات المحليه. طيب سؤال اخير او قبل اخير، المغاربه فعلا بقوا اقوى حد في الكاف؟ دي انا اعتقد اسطوره، يعني مش اسطوره، يعني انا انا بشكل شخصي بشوف ان هو حاجه من هو اصلا لو حسبنا النسبه ما زي ما قلت حضرتك في الاول، الكوره بتدار من رئيس لجان اداره، وفي لائحه منظمه بين الثلاثه، تمام، لو حسبنا النسبه مش ده مش نسبه الناس، ده مش حقيقي. طيب نسبه التاثير او النفوذ او هكذا، دي حاجه يمكن اكتر سياسيا، لكن هو بتعمل ثرو لائحه او عن طريق اللائحه وجود بعض الكوادر المغربيه زي وجود بعض الكوادر المصريه زي وجود بعض الكوادر الجنوب افريقيه، بجد الكاف فيه كل الجنسيات. احنا دلوقتي عندنا حوالي اكثر من 40 جنسيه. بس فوزي الاقجع رجل قوش وشاطر سياسيا، للسياسه مش للكوره، مش للكوره، مش للكوره، بس بياخد معظم تنظيم البطولات، تنظيم البطولات لانه بيقدم عليها، دي برضه حاجه ثانيه لائحيه، يعني ممكن نتكلم عليها في مره ثانيه. بس ميسي بسرعه دي 30 ثانيه هحسبهم لك، وتقديمه والفلوس والحدوته دي كلها، زي ما قلت لحضرتك في الفاصل، ميسي صفقه تجاريه من المقام الاول لامريكا، لانها بتفيد
بيع البيع الدوري الامريكاني لام ال اس، ثانيا بتفيد الدوله كدوله. ده بس مش ميسي يا جماعه، اتفضل. بتبيع بتفيد الدوله كامريكا لان هم عايزين يجذبوا الانظار ليهم في الفتره الحاليه. ثالثا بتفيد تنظيم امريكا لكاس العالم لان هم هو هيكون امباسادور او سفير لل هيكسب البطوله، هيكسب بطوله فلوس تاني، هيكسب فلوس بالهبل بالهبل طبعا اكتر من العرض اللي كان جاله في السعوديه. امريكا. قبل ما اشكر شريف ادي تقديم ميسي، والحقيقه حلقه كانت ممتعه وجميله. تعالى بقى يا عم وائل.